شنو اللي البارح وقعت واحد الحادثه ديال واحد مقتل عقلي. البارح واحد الشخص هنا بالموس حافي جاب الله كان حافي، وما كانش حابي كانت غتكون شي كارثه لا قدر الله. يعني انتم ابناء هذه المنطقه ديال هي منطقه بني خلف، يعني كي كتشوفوا الظاهره هذه واش ظاهره صحيه او غير صحيه؟ لا غير صحيه ولدي، غير صحيه. خاص المسؤولين اللي يكونوا محملين هذا الشيء كله، وإلا شدوا الانسان ملي كيكون شويه ما عندوش العقل يكونوا مهتمين به ويدوه للبلاصه اللي ما يبقاوش يتلقوه فيها باش يبقى كيقتل في عباد الله. الصراحه زعما كاين هذا الشيء اللي ولينا كنسمعوا ولا كيخلع بزاف. وليتي كتكون غادي في الشارع وانت ما مطمئنش على نفسك ولا على ولادك ولا على حتى شي حاجه. الصراحه زعما كاين خص المسؤولين اللي يتكلفوا بهذا الشيء 100%، وتكون جديه ماشي غير يقولوها اليوم وغدا ما كاين والو. زعما هذا الشيء راه كنعرفوه، زعما ماشي غير عليا انا ولا على الاخر ولا على الاخر، على بزاف ديال الناس، بزاف ديال الناس. راه ولدي وولدك وولد الاخر وولد الاخر كلشي مقيوس. ايوا الحمد لله، الله يهديهم ويتفكروا هذه القضيه وينتبهوا ليها. دابا واحد قتل مو، واحد قتل بنت في الزنقه، واحد قتل اختو، واحد قتل الامه كلها. راه لا قتل واحد راه قتل الامه كلها، راه لا اله الا الله. والحمد لله نطلبوا الله تبارك وتعالى يرفد علينا هذا الوباء ويتنبه لينا. زعما كاين السلطه في هذه القضيه اللي كاينه في الشوارع، راه حتى واحد ما تلا كيمشي في الامان. راك في دارك وما تليتيش حاس بالامان الصراحه في دارك. مؤخرا كنا كنعرفوا بانه كاين واحد بلاصه كان كيشدوا فيها هاد الناس المقتلين عقلين اللي هي بويا عمر. مورا بويا عمر وتسد بويا عمر ولينا كنشوفوا الحالات ديال الناس المقتلين عقليين ضايعين في الشوارع. رسالتك الناس المسؤولين اللي سدوا هاد بويا عمر. الا سدوا بويا عمر كاين بلايص اخرين من غير بويا عمر. راه كاين برشيد فيه بلاصه الحمقين، فيه بلاصه الناس اللي كيداوي، وفيه بلاصه الناس هما دابا ما كيديهمش لهذوك البلايص اللي مختصين ليهم. هذوك البلايص ما كيديهمش ليهم، غير كيديه للسبيطار كيدق له براك كيتهدى واحد شويه كيتلقاو يرجع للشارع. ملي كيخرج للشارع كيدير كثار من داك الشيء اللي كان داير. علاش؟ حيت ملي كيطير منه داك البنج ديال ديك البرا صافي كيولي يشوف غير القتيل، ما كيشوف حتى شي حاجه. اما بويا عمر ماشي هو اللي كان ديال المسطين، حنا كنا كنعرفوا، حنا دراري صغار كنعرفوا بالرشيد هو ديال المسطين، هو ديال الحمقين. هما فين كيداووا؟ ماشي كيداووا في بويا عمر ولا بويا عمر كيدوا يربطهم بالسناسل وكيخلوهم تما وصل عندي. بالرشيد فين كاين الدواء؟ ولكن هذا الشيء كله كنقولوا للمسؤولين اللي باش ينتبهوا لهذه القضيه ويخليوا الناس يمشيوا في امان في الزنقه. دابا راه لا كبير ولا صغير ولا ولدك ولا ولدي ولا ولد الاخر ولا ولد الاخر راه ما كيمشيش مطمئن. نيشان شكرا عليكم. واحد السيد وسيدي هنايا راه تكرفص على واحد السيد شويه مريض في عقله، واني راه تكرفص على واحد الدري جا غفلو ضربو بالمضه. يعني راه ماشي معقول، هذا خاصو ما يكونش في البلاصه هذه. يعني الناس هذه منطقة الويزية بني خلف، وجا واحد الولد هنايا مسكين جا بغا ياكل الكرموس، داز واحد الولد مريض في عقليين، وتيولي يخسر الهضرة وتيسمعوا الناس يخسر الهضرة وتيغفل تيضرب الناس. وجا هاد الدري هذا وقف عليه جبد عليه بالمضى. ها هو مسكين راه لا حول ولا قوة إلا بالله، راه فين بارك وراه مشى ديكلارا وكل شيء. واني راه موقف مع حد مسطير ما نعرف، هذاك السيد مسطير ما عرفاش داروا ليه دابا. راه اول مره كيدير هذا الشيء هذا الشخص هذا؟ ولا هو تيغفل شحال من واحد ضربه. انا ثاني مره، هذه ثالث مره هذه سمعتها. دابا كان ضرب واحد الدري خطره بحجره وواحد ضربه بزرواطه، وهذا الدري دابا راه جبد عليه المضى. فين ضربوا البلاصه فين ضربوا؟ ضربوا في عنقه هنا. شحال من غرزه الا كنت شحال من غرزه درتي في هذيك الضربه؟ شحال؟ ماشي سته ولا ما عرفتش. فيت لك انت تعرضتي لهذا السيد هذا لا هو لا هو تيجي ياخذ بغي ياخذ شي حاجه تنعطيوها له بسبيل الله، ويلي لا ما عطيتي اجلي ما تعرف شنو في راسه. هذا هو اللي كاين. شنو هي رسالتك اللي غتوجه للمجتمع؟ واش نقول لك رساله بحال هاد الناس هادو خصهم يدير لهم بلاصه ديالهم بحال هذا اللي تيضرب، وهادي حيدوه من الزنقه. يعني تيولي خصها الهضره خايبه وهذا هو اللي كاين. يعني اي واحد غيتعرض اي واحد غيتعرض، واش نقول لك لا حول ولا قوه الا بالله والله يهدي.
شكرا. يلاه شكرا الله. دابا المصابين واخا. السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. شنو تضيف على هذه الحاله اللي الظاهره اللي ولات ديال المسطين وهذه الجرائم الكثيره اللي كثرت؟ دابا المسطين في الويزيه ولاو كثير. ما عاد كيجيبوهم كيلوحوهم هنا كل يومين ثلاث ايام كيبان لك واحد غريب جوج غريب. واحد ذبح واحد هنا من عنقو. البارح. انا غادي بالطوموبيل والبارح واحد غادي قال لك راه مسطي سكران ضربني بالطوموبيل ومشى ومشاو الناس على الداره قال لك راه حق راه مسطي ولد مسطي لا راه ضرب لي انا اللي ضربني انا اللي سايق الطوموبيل هو غادي على رجليه وضربني بقرعه دابا لا كان مسطي حيت المسطين خاصهم واحد الحل اللي دار لهم يخليهم حتى يوليو يديروا الكوارث حيت اللي داروا الكوارث انا راه جا لي الرويده وكيميز عليا وهذا هو اللي كاين. شنو رسالتك للموجه؟ رسالتي خاص المسؤولين يقوموا بهذا الواجب. حيت هاد لاكاب توا كانوا فين مسطين معرمين هنا. كيباتوا هنا. كل نهار كيقطعوا ثلاثة أربعة. تجيب نهار هنا وتشوفهم تبان لك ثلاثة أربعة كانوا كيقطعوا هنا. مازال دابا راه بدا خدام وداروا لي عساس. وهذا هو اللي كاين. شكرا شكرا. السلام عليكم. عليكم السلام وعليكم ورحمة الله. إذا غنتكلموا بصفة عامة على الناس المختلين عقليا. مؤخرا ولات واحد الظاهرة اللي هي ظاهرة خطيرة. كنشوفوا بعض الناس انهم هما مختلين عقليا كيدوروا في الشوارع وكيديروا ما بغاو في الشوارع. قبل ما كانش الدائره هذه كان خويا عمر اللي كنا كنعرفوا كانوا مجموعه ديال الناس كيشدوهم تماك وما كانش كيجيو يعني الزناقي ويضربوا الناس. البارح هنا في هذه المنطقه اللي كنت واجدوا فيها ديال بني خلف كانت واحد الشخص مختل عقلي ذبح واحد شخص اخر جاب الله والقدره الهيه انه كان الموسم ما ماضيش بزاف كان حافي ما وقع والو. يعني انتم ك يعني كمجتمع ديال هذه البلاد هذه يعني كي تشوفوا هذه الظاهره هذه اللي واقع في البلاد؟ اخويا الظاهره ديال المسطين كثيره بزاف كثيره. انا دابا هذا الصيف هذا مشيت لاكادير ولا التيمه ام زكان دخلت لصويره هذه المناطق كلها فيها بزاف ديال هادشي ديال المسطين والدار البيضاء بزاف كاع وكاين الناس اللي كيباتوا برا كاين الناس اللي كاين الناس زعما ما عندهمش الاعانه بهذا الشيء خصو يوقفوا مع الناس المسؤولين في واحد سميتو النظره في المسؤولين يشوفوا من حق هذا الشيء هذا الخيريات ما كبقاوش الخيريات ما الخيريات حتى الخير يكون واحد الاهتمام بهذا الشيء هذا راه بزاف هذا الشيء واحد وتشريد بزاف تشريد تشرد واش اللي بزاف هذا الشيء كيبان بزاف هاد الحوايج اللي كنشوفو ما كناش كنشوفوهم قبل ولا هادشي كثير بزاف واحد اللي كيقتل امو قطع ليها الراس ديالها وغادي وغادي في الزنقه كيدور بالراس ديالو واش مازال راه مصيبه هادشي راه ما كناش هادشي ما كترشح هادشي ها من كترشح هادشي المسؤولين هادشي بالنسبه للخيريات وبالنسبه لاسميتو هما والمستشفيات وبزاف ديال الاسميتو والخيريات بزاف انا كنشوف واحد الخيريه في النواحي ديال تتمليل كيخرجوا منها بزاف ديال المسطين كيمشوا على رجليهم كاين اللي زحاف غادي زحاف مسكين خارج من المكان يجمعوا لان كيجمعوهم في الزنقه وسميتو ملي كيكون شي مسؤول ديز ملي كيبغوا يدوز شي مسؤول في الدار البيضاء ولا شي حاجه ولا سميتو كيجمعوهم ولا سيدنا ملي كيكون داخل الدار البيضاء ايامات قبل ما يكون هادشي هذا ملي كيكون سيدنا تما كيجمع هاد المسطين كيتلقاهم ملي كيجمعوهم تما ومني كيدوز ويحيد من اسميتو كيخرجوا المسطين كيتلقاهم ما بقاش كيسيطره ما بقاش كيسيطروا عليهم كيتلقاهم الشوارع ويتلقاهم الزناقي ويتلقاهم وراه المسطين ملي ما كيلقى ما ياكل وما كما فين يبات راه يقدر يدير بزاف ديال الحوايج ما كاينش العين واحد ما عنده بيت فين ينعس ما عنده دار ما عنده ما ياكل ما عنده اللي يراعيه ما عنده امه ما عنده خوه تشرد في الزنقه وراه كيتعتل القرقوبي ويتعتل اسميتو ويدير بزاف ديال الحوايج وراه هنا ولا انت وهذاك راه يشدك ويكريسيك ويقدر يذبح كاع هذا هي الأدب بزاف اخويا وهذه هي اسميتو هذه هي الرساله شكرا لك شكرا.